أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان الفضائية والغنوات الناقلة لهذا السباق، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. تابعت ويانا الشوط الأول، شوط الإبكار، وذهب الشوط الأول مع من حافل هجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام سلام عليك يا هجن الشحانية على هذا الأداء المتميز الذي تقدمين في كل مكان وفي كل زمان. ها هي انطلاقة شوط الجعدان، شوط الجعدان اللقاية لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والسعادة يتنافسون بهذا الشوط على أرضية هذا الميدان مباشرة. نسير بكم على مقدمة هذا الشوط ورنفجر على المقدمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني أرى شعار هجن العاصفة بدأ يتسلل، بدأ يتقدم إلى المركز الأول. لزام لزيم لزيم بدأ الآن يظهر ويغير إلى مقدمة هذا الشوط. لزيم لهجن العاصفة الذي تعود ملكية هجن العاصفة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني شيبوب لهجن الرياسة الذي تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الثاني أيضا أرى شعار هجن الرياسة مع على ظهر الذيب، الذيب لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. انفجر في المركز الرابع لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس باروت لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع إلى المقدمة مع الشعار الحمر مر وعبر كل خطر على مقدمة هذا الشوط. ها هو الذيب يغير إلى المقدمة بشعار مؤسسة هجن الرياسة الذي تعود ملكية هجن الرياسة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر الظافر علي بن ميل الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شيبوب، في المركز الثاني باحث عن عنتر شيبوب في هذا المساء وعنتر على المقدمة. شيبوب في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن ميل الوهيبي. لزيم في المركز الثالث لهجن العاصفة بهذا الشعار، الشعار الملكي، شعار امبراطورية هجن العاصفة تتقدم مع لزيم في المركز الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع باروت لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. وفي المركز الخامس أرى هجن العاصفة أيضا غادمة مع الكونكورس لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، شوط أيضا يحمل مفاجآت، يحمل تحدي لسن اللقاية الجعادين لأصحاب السمو والشيوخ والسعادة والأمراء على أرضية ميدان الشحانية. أول ملتقى، أول ملتقى لهذه الإمبراطوريات الثلاثة والمؤسسات الثلاثة، هجن الشحانية، هجن الرياسة، وهجن العاصفة يتلاقون في هذا المساء على أرضية ميدان الشحانية في هذا المركز، مركز المؤسس. ولا زال على المقدمة الذيب
الذيب، الذيب يحوي على المقدمة بهذا الشعار، لكن الشعار الأدعم غادم، والذيب على المقدمة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني، أرى في المركز الثاني هزام، هزام بدأ يهزم المراكز المتقدمة لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. روح العملاق، روح مع هزام، هزام بدأ يهزم الأمور لصالحه، بدأ يطير يحلق على أجواء ميدانه في هذا المساء وفي هذا الحضور المشرف من أبناء دول مجلس التعاون ومن المشاهدين الأعزاء اللي يتابعونا عبر القنوات الناقلة لهذا المركز. ها هو هزام على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني دخول جديد ايضا من شعار هجن الرئاسة على ظهر صوغان بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيب. الكونغرس غادم لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياد الهلالي. المركز الرابع من الجانب الثاني، المركز الرابع هزام، ولكن هزام نرجع الى هزام الى مقدمة هذا الشوط. هزام مع المقدمة، تجاوزنا لوحة الكيلو متر الاخير، دخلنا في 600 متر الاخيرة بقيادة هزام لهجن الشحانية بالشعار الادعم، الشعار الذي سجل حروف من ذهب مع في كل مكان وفي كل زمان، داخل الدولة خارج الدولة، مع السيوف مع الخناجر مع الشلافي مع الاشدة مع الرموز. ها هو الشعار الادعم يثبت جدارته كما عودنا عود جماهير محبينا. سلام يا قطر سلام، سلام يا الادعم سلام، سلام يا الوهيبي سلام، سلام يا العملاق سلام. تهانينا لمالك اجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وهزام يهزم الجميع، ينتقل الى المركز الاول والى خط النهاية. سلام يا هجن الشحانية سلام، سلام يا العملاق سلام. المركز الثاني 17 كفو لهجن الشحانية، وفي المركز الثالث لهجن الشحانية. المركز الرابع الناوي لهجن الشحانية، وفي المركز الخامس الشافي لهجن الرئاسة. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وشاهدنا وتابعت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكرامات، تابعتوا الشوط الأول للقاية الجعادين، وكان الأدهم في المركز الأول الشعار الأدهم يسيطر على شوط الشعار الأدهم يسيطر على شوط البكار ويسيطر على شوط الجعدان. ها مع هزام الذي هزم الجعادين في توقيت زمني، وغدرا نشوف الآن ساعة وصول هزام إلى خط النهاية. 7 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، ويتحطم التوقيت في هذا المساء تحت أقدام هزام. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر الجزر. يجينا أيضا جزر صغار في هذا الموسم، ونشوف اللي في المركز الثاني. ناخذ اللي في المركز الثاني، المركز الثاني كفو 7 دقائق 20 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر الذهبي سالم بن فوران المري، والذي وصل في المركز الثالث شغموم، وصل في المركز الثالث 7 دقائق 22، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا أيضا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا على هذا الأداء المتميز لهجن أصحاب السمو الشيوخ.